بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم بإذن الله تعالى سوف تكون هذه الحلقة هي حلقة نادرة ونادرة للغاية. سوف أتكلم فيها عن طريقة الأجداد في معرفة نوع الجنين القادم من خلال بريمة الشعر. إذا كنت أول مرة بتسمع عن هذا الأمر، أو إذا سمعت به وتظن أن الأمر مجرد بدعة، أو تظن أن هي خرافات أو خزعبلات أو هي أساطير الأولين، فأنا أخبرك من هنا أن هذه الطريقة لها أساس علمي، ما هياش كانت يعني مجرد خرافات مخرافات الأجداد. لا، أغلب العادات والتقاليد اللي كانت بتعمل من قبل أراه جميعها لها أساس علمي، واليوم بإذن الله سوف أثبت لك هذا الأمر. المهم، الطريقة هذه مستخدمة منذ القدم. أنا عملت حلقة سابقة لكن كانت قصيرة، تحت ضغط المشاهدين قررت أني أنا أعمل حلقة مفصلة، وليس معرفة نوع الجنين فقط، إنما سوف أعطيك الطريقة المجربة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أنك أنت تستطيع مثلا النساء مثلا تجد أنت خلفتها، حتى معروف حتى شعبية خلفتها كلها بنات، تجد واحدة أخرى بيقولك خلفتها كلها أولاد. وبالفعل هناك كثير جدا من الأجداد كان بيتزوج واحدة بتجيب لي كثير جدا من النساء، بيتزوج واحدة ثانية بتجيب لي كثير جدا من الأولاد. الناس مش عارفة ما هو السر أو ما هو الأمر. لا، الأمر هذا اللي موجود بالتجربة اليوم سوف أعطيك أنا اللي هو التحليل السليم والطريقة السليمة اللي تستطيعي من خلالها أنك تجيبي اللي هي الأولاد بعد فضل الله سبحانه وتعالى. إذا كانت مثلا جبتي بنت اثنين ثلاثة تريدي قلب اللي هي الشيء هذا سوف أعطيك، إذا كانت بتجيبي أولاد سوف أعطيك كيف ممكن تجيبي بنات، كيف تتحكمي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر بطرق علمية. طريقة باختصار اللي سبق وشرحتها أولا عن بريمة الشعر اللي هي مثل ظاهرة أمامك، هكذا باختصار وبشكل هادي وركز معي. إذا كانت البريمة هذه أو الدائرة بتلف جهة اليمين اللي هي تك 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 مع عقارب الساعة، مهمش مكانها سواء كان يمين يسار في الوسط فوق تحت، بيكون الجنين القادم اللي هو بتكون أنثى باختصار شديد جدا. وعلى فكرة البريمة يجب أن هي تأخذ اللي هي موجودة تكون في الرأس، في الرأس يعني ما تجيش لواحدة في الأمام أو واحدة في الخلف، لا هي بتكون في الرأس أو يمين شوية أو يسار شوية، هذه هي اللي ممكن تعرف من خلالها. تمام. طيب إذا كان مثلا الآن عرفنا اللي هي جهة اليمين بتعني المولود القادم بنت، إذا كان البريمة موجودة أو لافة جهة اليسار تك 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 عكس عقارب الساعة، ويجب أن هي تكون مائلة جهة اليمين في الشق النصف الأول من الشعر أو الشق الأيمن من الشعر أو من الرأس وجهة اليمين، ولكن لافة بالعكس مثل اللي ظهر أمامك هذه، هذه بيكون اللي وراها اللي هو بإذن الله ولد. طيب اللي عنده اثنين بريمات بيكون اللي هو احتمال 50% أنه يجيب ولد، خصوصا لو كانوا عكس بعض، و 50% أنه تجيب بنت. سوف أعلمك كيف تتحكم في هذا الأمر. طيب اللي عنده في الأمام اللي عنده على شكل قلب بتكون المولود اللي هي أنثى. طيب فهمنا الآن اتجاه وأشكال البريمات باختصار شديد جدا. المولود الولد بتجدها في جهة اليمين، يعني في جهة مائلة جهة اليمين، لكن دائرة بالعكس يعني دائرة جهة اليسار مثل اللي ظهر أمامك. الآن كيف ممكن تتحكم في المولود إذا كان واحدة بتجيب دائما بنات، كيف ممكن تجيب أولاد؟ أولا لكي تنجح هذه الطريقة يجب أن هي تعملها خلال 40 يوم اللي هي بعد الولادة اللي هي فترة النفاس. بعد هذه الفترة ما يمكنش أنك تعملي هذا الأمر إلا بطريقة معينة سوف أشرحها. الطريقة الأولى هي بسيطة جدا جدا جدا، اللي هي عن طريق هذه العشبة. طبعا هذه العشبة، هذه الطريقة الأولى، عندي طريقتين. هذه العشبة أنا لا أعلم بقى لها أي اسم آخر يعني علميا، عشبة غريبة شوية تسمى بعشبة البرامة، هذا هو شكلها. سوف أضع لك لها عدة صور تجدهم في موقع ما أنا سوف أضع أسفل هذا الفيديو في الرابط، ممكن توريها للعطار ممكن أبي يعرفها. هذه بتغلاها وبتشربها اللي هي كل 3 أيام مرة خلال 40 يوم الأولى، مش ضروري أنك تبدي من أول يوم، ممكن تبدي بعد 10 أيام، بعد أسبوع، بعد صلاة بإذن الله نرجع. تمام، بالنسبة للعشبة هذه بتغلي وبتشرب بدون سكر عادي جدا، هو كأسين من الماء بتضعي فيهم ما يعادل ملعقتين كبار على النار، لما بتغلي المياه بتضعيهم مدة 4 دقائق، بعد ذلك بتطفي الغاز وبتخليها مغطية وبتشرب منه يوم إيه ويوم لا لمدة 40 يوم. ممكن ما تبديش من اليوم الأول،
تبدي مثلا حتى بعد 10 ايام، بعد اسبوع، بعد المهم ما يفوتش اللي هو ما يفوتش فتره ال 20 يوم الاولى، يجب انك انت تكوني يا اما تبدي من ال 20 او قبل حتى ال 20 عادي جدا. هذه ماذا بتعمل العشبه هذه؟ والقصة اللي هي بريمة الرأس هذه ما هي أصلا الأمور هذه؟ هذه الأجداد اللي هو السونار كان طبيعي بيعرفوا به شيء معين اللي هو حموضة عنق الرحم. طيب ما هي علاقة حموضة عنق الرحم بتحديد نوع الجنين؟ سبق أنا من قبل عملت في درس آخر لتحديد نوع الجنين. حموضة عنق الرحم علاقتها بتحديد نوع الجنين إن الحيوان المنوي الذكري ما يستطيعش ان هو يمر عن طريق عنق الرحم للوصول الى البويضة لما تكون الحمضية عالية جدا بتقتله، والحيوان انت بتمر بها بسلاسة عادي جدا وما بتضرش. لما بيكون عنق الرحم والرحم بشكل عام والجسم بشكل عام اللي هو قلوي بيمر فيه الحيوان المنوي الذكري بسرعة بيساعده أكثر بكثير. هذه هي القصة لأكثر ولا أقل. العشبة الثانية اللي ممكن تعطيك القلوية أيضا لعنق الرحم والجسم بشكل عام وبتعالج أيضا مشاكل اللي هو العقم عند النساء بشكل عام اللي هو عشبة أم الجلاجل. عشبة أم الجلاجل هذه معروفة أو تسمى حتى في بعض الدول بأم الأولاد. لماذا هي اسمها أم الأولاد؟ لأنها بتقلب تقلب اللي هو الوسط الرحم من حمضي إلى قلوي بمر به اللي هو الحيوان المنوي الذكري بسهولة وبيلقح وبتجيب أولاد. هي أم الأولاد اللي هي أم الجلاجل هذه أيضا بتغلها بنفس الطريقة وبتشرب قبل. هذه عادي جدا تاخذها حتى لو مثلا أردت الحمل في أي وقت بتاخذها قبل الحمل اللي هو مثلا بأربعة خمسة أيام أسبوع بتداوم عليها مع أخذ اللي هو حبوب الفوليك أسيد. وهذه الأعشاب أيضا من الأشياء المهمة اللي هي فيتامين هي، هذا مهم للغاية في مسألة تحديد نوع الجنين خاصة الذكري. هذا من الأشياء اللي بتعطي قلوية للجسم اللي هو شرب مغلي أورق الزيتون مقدار فنجان قهوة بعد كل وجبة. هذه هي اللي أيضا ننصح النساء أن هي تشرب اللي هو البردقوش مرتين أسبوعيا والخزامة مرة أسبوعيا، هذا الحفاظ على الهرمونات ولضمان وصول أو ظهور اللي هو بويضة بحجم مناسب للتلقيح. ايضا من الاشياء اللي بتنشط اللي هي الحيوان الذكري او الحيوان المنوي الذكري اللي هو شرب او شيئين معينين هم اللي بينشطوه اللي هو السيلينيوم والزنك. هذول الاثنين المسؤولين عن جوده وقوه الحيوان المنوي خاصه الذكري، بيصبح 90% من السائل المنوي اللي هو يعني ذكري. السيلينيوم والزنك هم وين موجودين؟ موجودين تاخذ عصير قرع عادي جدا بتضربه في الخلاط وبتشرب. ايضا من الاشياء الاخرى المحار، التونه، الاسماك. اكتب فقط المصادر الطبيعيه للسيلينيوم، الجوز، الكاجو، المكسرات بشكل عام بيوجد فيهم السيلينيوم وبيوجد فيهم الجوز. ايضا عصير البقدونس اسهل شيء وارخص شيء. النساء ايضا تريد اللي هي اقل بالقلويه يمكن ان هي تاخذ حبوب تسمى ب حبوب يورليت، هذه أملاح الأطفال، هي هذه بتقلب الجسم أيضا إلى قلوي وبيلقح أو بتحصل على حيوان أو تحصل على جنين قادم ذكر. أيضا ممكن للرجال إن هي تأخذ حبوب كمكمل غذائي اللي هو السيلينيوم، الحبوب بشكل عام اللي هي السيلينيوم ACE هكذا اسمها. سيلينيوم ACE موجودة عند أي صيدلي بيصف لك اللي هي جرعة مناسبة على حسب عمرك وعلى حسب اللي هي الظروف الخاصة بك من أمراض مصاحبة هذه بتشرحها للصيدلي. شيئين هذا لو طبقتيهم مباشرة وبشكل نهائي سوف تحصل بإذن الله تعالى على مولود ذكر. المهم هذه هي الطرق المضمونة، هذه هي الطرق اللي ممكن للرجال بياخذ اللي هو مكمل السيلينيوم، النساء اللي بتاخذ الأشياء اللي ذكرتها مع اللي هي الأعشاب، إما تاخذ عشبة البرامة قبل 40 يوم أو بتأخذ اللي هي أم الجلاجل هذه بتأخذ حتى 3 مرات أسبوعيا أو 4 مرات عادي جدا. المهم كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.